السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم حلوة أو كيكة اللي غتحمر لكم الوجه مع الضياف ديالكم. سهلة، بزوج بيضات كيف العادة. غادي نحتاجو في المقادير زوج البيضات، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وكاس إلا ربع ديال جوز الهند محمص. أنا حمرته في مقيلة باش كيعطيني داك اللون الذهبي. جوج ديال دانون كراميل، جوج خمارات من وزن 18 غرام، و ساشي ديال الفاني، وواحد المعلقه صغيره ديال النسكافي. غادي ندوزو لطريقه التحضير، يلاه معايا. غادي نبداو على بركه الله. غنفقصو جوج بيضات ديالنا، سنيده، ساشي الفاني، حليب، ملعقة صغيرة ديال نسكافي، نضيف جوز الهند، فوالا غنبقى نضيف الدقيق ما بين كاس حتى لكاس ونص، ما بين عفوا كاس ونص حتى لجوج كيسان. انا هادو عندي كيسان غير صغارين، غندير ونشوف. خمارات، هذا هو القوام ديال الكيك ديالي. ما نكثروش الدقيق باش ما يجيناش مدقص. ودابا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل باش يعطيني ديك الهشاشه. صافي، غادي ندهن المول ديالي فين غادي ندير الكيك، وندخلو الفران اللي يكون بارد على درجه الحراره 180 درجه، ومن يطيب نتلاقاو باش نوجدو الكريمه اللي غادي نديرو في قلب منها.
كما كتشوفوا معايا البنات، ها هو اللاطه اللي غادي ندير فيها الكيك. دهنتها بزبيده ودردرت عليها شويه ديال الطحين، ودابا غادي نخوي. صافي كما كتشوفوا معايا، انا دابا غادي ندخلها الفرن، ملي يطيب نتلاقاو. بالنسبه للكريم البنات، غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، و3 المعالق ديال البودره ديال لاكريم باتيسيير، ونصف ساشي ديال البودره ديال الكاكاو، حيت بغيت لاكريم ديالي انا تجيني على مذاق الشوكولا. صافي غادي نخلط داكشي مزيان، وغادي نديرو على بوطه مهيله طبيعة الحال مع التحريك، باش ما تلصقناش لاكريم وتحرق لنا من التحت. ضروري من التحريك مزيان، صافي حتى تتبقى تعقد لنا لاكريم وتولي يعني شاده في راسها. من بعد ما غادي نطفي عليها، غادي ندير لها واحد المعلقه ديال الزبده كتعطيها واحد اللمعان زوين، وغادي نضيف لها واحد 3 ديال لي مورسو ديال الشوكولا، داك الشوكولات ديال ماكا، 3 ديال الحبات، وغادي نحرك مزيان ونخليها حتى تبرد، عاد نقوم بتزيين ديال الكيك ديالي. فوالا البنات، هي الكيكه ديالي بعد ما خرجت من الفران، غادي نخليها تبرد، عاد غادي نفرقها في النص، عاد تبقى واحد الريحه زوينه نتوما. غادي نخليها تبرد ونفرقها على زوج باش ما تفرتتليش، ضروري البنات تخليوها حتى تبرد عاد فرقوها، باش نديرو لاكريم ديالنا من الداخل ونزينوها، ونخليكم تشوفوا معايا طريقه التزيين. وهنا البنات فرقت الكيك على جوج، ما تنساوش تخليو الكيك حتى يبرد باش ما يتفرتتليكمش، حيت كيكون هشيش وزوين كما كتشوفوا. انا دابا غادي نضيف لها لاكريم بعد ما بردات لي حتى هي، ضروري كنأكد على لاكريم باتيسي خاصها تبرد، حيت كتولي مسمومه الا دارت وهي سخونه كتولي مسمومه، ضروري حتى تبرد لينا عاد نقدروا نستعملوها وناكلوها. فانا هنايا صافي غادي نوزع داك لاكريم على الطبقه الاولى ديال الكيك، وغادي نغطيها بالطرف الثاني كيف كتشوفوا معايا. من بعد خديت جوج ديال العلب ديال دانيت ديال الكراميل، غادي نزين بهم الوجه ديال الحلوه ديالنا كما كتشوفوا معايا. غنقوم بطلي الوجه كامل بالكراميل، من بعد غادي نذوب شويه ديال الشوكولا باش غادي نزين كما كتشوفوا معايا. فانا درتو هنايا، وغادي نبقى ندير خطوط، من بعد اما تاخذوا كوردون او العويد كما كان، انا هنا خديت غيموس وبقيت كندير خطوط عكسيه باش نزينو على شكل ملفاي من الفوق، فكيجي الشكل ديالو زوين. وبالنسبه للتزيين كيبقى كل واحد وكيف ما بغى يدير. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما بردات. انا هنا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي الشكل ديالها من الداخل. فوالا كيف ما كتشوفوا، فريمون كيك زوين ساهل ومذاق مختلف على المعتاد كما كتشوفوا،
نتمنى تجربوها، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على لايك وتكومونتيو وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى وصفات قادمه ان شاء الله. خليتكم الراحه والصحه والراحه.